الأخبار، اهتمت الجريدة في منشط عددها بكرة بخبر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناطر أسيوط الجديدة واللي هيتم خلال ساعات. وقالت الجريدة إن المشروع يعتبر سد عالي جديد على نهر النيل وبلغت تكلفته 6.5 مليار جنيه، وقالت إنه هيحسن حالة الريف بمساحة 1,650,000 فدان في 5 محافظات، وهيضم كمان محطة كهرباء بتنتج 32 ميجا وات.